الشاطر قيس. حلوه. وهي للبطل زياد. غدا حبيبي. شو حبيبي؟ حبيبي زيادو، ليش عم بتزعل خالته؟ هي بتحبك كثير انت واخوك، عاد عرفتكم هون اجى تسلم عليكم. بس انا ما بعرف انا لا اخذ من هديه. لا حبيبي زياد، هي رفيقه لماما من زمان، خالته ام تحسين ورفيقتي انا كمان، عاد عرفتكم هون اجى تسلم عليكم. يمكن وداد ما حكت لهم عني. حبيبي انا كنت مسافره، اول ما اجيت دغري اجيت اسال عنكم. عوض ما تستقبلني منيح بتعمل معي هيك؟ لا زياد مو قصده يزعلك بدون، هلا بيجي بياخذ الهديه وبيسلم عليكي. بخجل. لا حبيبي يلا يلا يا شاطر. تعال يلا تفضل. خدا خدا مشاني حبيبي. خدا وخلصنا بقى. ها شفت شو عم يقول لك؟ ما في لك تسلم لي وعلا. شايفي ما احلاهم؟ انا الماما كثير حكت لي عنكم حكيت. شو هالصوت؟ أنا حبيبكي. قيس قيس حبيبي قيس، في شو اللي عم يوجعك؟ حبيبي يا قيس، يا الله ما عم تنزل حرارته، شو بدي ساوي بنص الليل؟ انت من امتى حسيت عليه؟ ما بعرف، انا فقت عن صوته وهو عم يتوجع واجيت لنادي لك. حكيت الدكتور؟ اتصلت فيه وما رد، اكيد بيكون نايم. يا ربي يا ربي شو بدي ساوي؟ رح ينفجر راسه من الحراره. تعي انتي حط الكمادات، انا رح اتصل بالست فريده، ما في إلنا غيرها هي تساعدنا هلا بالليل. لا الحمد لله الحرارة خفت. ولا أعطيك إبرة ثانية؟ ما بدي إبرة. تفضل دكتورة، هي التحاليل. خير؟ شو طمني دكتور؟ لا إن شاء الله خير، مثل ما توقعت البداية، حمى تيفوس. شو يعني؟ يعني بدكم تديروا بالكم، لا تخلي إخواتي يقربوا منه أو ياكلوا معه أو يفوتوا على نفس الحمام اللي يفوت عليه، إلا إذا عقمتوه بعد كل فوتة، لأنه هذا المرض معدي وخطير.
حبيبي زياد، شو رأيك تقوم تقعد على الكرسي هون مشان يرتاح قيس؟ نحن هلأ بدنا نطلع نشوف الدكتور. إيه حبيبي؟ ماشي. يلا تعال. معقولة رجعوا لقيس على الميتم وهو بالحالي؟ والله بيهدي الأولاد كلهم. ما بعرف شو فينا نساوي؟ عم فكر أخده لعندي على البيت، ودير بالي علينا بين وقتي. أحلى فكرة، بس المشكلة إنه أنا ما بقدر بت بالموضوع، الست خديجة هي اللي بتقرر. إي مو مشكلة، هلأ منتصل فيها ومنحاكيها. هلأ بآخر الليل نحاكيها؟ بترتحل. يو شو بدنا نساوي؟ ما في قدامنا غير الحل، مضطرين. طيب تعي نجرب لك. يلا. حبيبي زياد، انت سمعت شو قال الدكتور عن مرض قيس؟ سمعت. شو رأيك انت؟ انا حساوي كل شيء طلبه الدكتور، رح طعميه لحاله واغسل له صحنه ونظف التواليت وراه كل ما يفوت عليها. تقبرني ما احنك، بس انت يا حبيبي هيك بتنعدى وبصير بدك مين يهتم فيك ويركض وراك. لكن شو بدي ساوي؟ ست فريدة عم بتقول إنها هي رح تهتم بقيس، يعني رح تاخده على البيت وتضل تهتم فيه وتدير بالها عليه لحتى يطيب. شو رأيك؟ انت رأيك هيك أحسن؟ اي حبيبي هيك أحسن لإلك ولإله ولرفقتكم بالميتة. بس لازم لما يطيب ترجعوا. خلاص بوعدك. بدك شي تاني؟ لا ما بدي شي، بس بدي اياه يطيب وندور على أخواتنا أنا وياك. حبيبي يلا تعال نفوت.